أما فيما يتعلق بهذه الحكومة ولله الحمد، فالبلاد كما تعلمون بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم والحج قائم والدروس في المساجد قائم، إلا من حصل منه مخالفة أو خش منه فتنة فهذا لا بد أن يمنع الشر أو ما وأسباب الشر. ثم إذا نظرنا والحمد لله إلى بلادنا وإذا ليس هناك بناء على القبور ولا طواف في القبور ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة، قد يكون عند الناس بدعة صوفية أو أشبه ذلك خفية، هذه ما كل المجتمع لابد أن يكون فيه شيء من الفساد. إذا نظرنا إلى هذا وقارنا والحمد لله بين هذه المملكة والبلاد الأخرى القريبة منا وجدنا الفرق العظيم. يوجد في بعض البلاد القريبة منا جرار الخمر علنت الأسواق تباع، والمطاعم تفتح في نهار رمضان يأكل الإنسان ويشرب على ما يريد، بل يوجد البغايا علنا. حتى حدثني بعض الناس أن الذين يأتون إلى بعض البلاد للسياحة من حين ما ينزل المطار يجد عندهم فتيات، والفتيان والعياذ بالله يقول ماذا تختار أفتى أم فتاة علنا. سبحان الله، الإنسان يجب أن ينظر إلى واقع حكومته وواقع بلاده ولا يذهب ينشر المساوي التي قد يكون الحاكم فيها معذورا لسبب أو لغيره، ثم يعمى عن المصالح والمنافع حماية تامة ولا كأن الحكومة عندها شيء مثلا من الخير إطلاقا. هذا ليس من العدل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا التقوى.